نشوف الفيروس من وضعيته كبيرة عن الكمال. أول ضربة لازم تعرف كيف تزلق العصا. طبعا زلق العصا يعتمد على مساحة الخصم أو المسافة مساحة الخصم. أحيانا أزلق العصا بشكل قصير كي؟ وأحيانا أزلق العصا بشكل أطول. يعتمد على المساحة أو المسافة بينك وبين خصمك. هذه الحركة الأولى. الحركة الثانية يمين تحت. الحركة الثالثة من أعلى. بإمكانك أيضا تدور العصا بالشكل هذا، أوكي؟ هذه كلها تسمى هي نوكاماي. هي تشومونجي نوكاماي. أرجع للخلف وضعية هيرا. بإمكاني أضرب ساق الخصم جانب هيرا قدم لي الساق أو قدم لي جانب الرقبة أو للرأس نفسه، أوكي؟ أو بإمكاني بنفس طريقة البلياردو للمعدة أو للوجه أو لأسفل الحزام أو للساق نفسه. بإمكاني أيضا أدور العصا، واضح؟ دور العصا فوق للرأس ولا إيش؟ هنا تشومونجي. نجي مرحلة الشولان زي ما قلنا شبيه بالبندقة أو شبيه بالتصويب بالرماية. لهذا المكان بإمكانك تطعن الخصم، بإمكانك تصير ثرست عنيف جدا عن طريق ايش؟ تقدم، اوكي؟ زي كاتسو سيمبو. بإمكانك أيضا تحت الحزام لأسفل. أيضا بإمكانك الضرب بالجانب، واضح؟ لو كان هيثم الجانب هنا سليمان موجود هنا. بإمكاني يعني لو تحرك هيثم خطوة أمامية، لاحظ بالشكل اتحرك. انت ريا من السودان كمان وان شوف. طيب لو كان واحد قدامي كمان وان شوف. طيب السودان كمان بس مين السودان كمان؟ ناخذ السيقان كمان. السيقان كمان السيقان ايضا نفس المعنى نفس الحركات السابقه زي الرياضه. الأصل إنك تتجه ناحية عين الخصم. هاي الخصم يتحرك أي حركة؟ لاحظ مباشرة ناحية العين. حركة أوكي؟ لاحظ؟ قريبة من العين جدا، أهم شيء إنك إيش؟ تدور العصا وترجع تسحبها. كان لناحية الحزام أيضا أو أسفل، للقدم، المائل، للوجه. السيقانة. بإمكانك أيضا تقدم ضرب ترجع السيقانة كمان. بإمكانك أيضا ضرب ترجع السيقانة كمان، واضح؟ من سيقانة كمان اللي يقول لي جيقانة كمان. حركة العصا أسفل لو تحرك خصمي مثلا كضرب 12 كيف بإمكاني أرد هجوم الخصم إما بالسيف أو بالخبز، أوكي؟ من جيقانة لو كمان الخصم يتحرك فوق بإمكاني أضرب العصا للسيف للجانب، أطيح السيف الخصم للجانب عن طريق جيجانو كمان، مرة ثانية، بالشكل هذا. بإمكاني أيضا لو ضرب فور داخل الهجوم، أوكي، لاحظ؟ شبيه بحركات التجديد. أيضا بإمكاني أطلع من جيجانو كمان أتحرك السيف فور، لاحظ؟ ليه؟ الوجه مباشرة. بإمكاني راحت مباشر كلها من جيدان كمان. من جيدان ناخذ ايش؟ هيتو كمان. هيتو عادة تاخذها في الضربات العنيفة جدا. بإمكانك تقفز بالخصم. لاحظ ده عبر عن عنف الحركات او عنف الحركة بالصرخات. لا تحرك. من هنا؟
حط فيها جامب شوية. هي توب هي توب هي توب اوكي واضح؟ هذه هي توب تاشي تاشي. لو خلاص متحرك حركة أمامية واضح؟ بالشكل هذا. مرة ثانية تحرك مرة ثانية لا هنا. لا هذا السيف من هذا الشكل يمكن أن يكون سيف الخاصين بالشكل هذا. واحد بالشكل هذا تنشين أوكي. جولاي نين خاص ما تحرك بعش يمكن أن يصد بعش أضغط أيضا لو هذا تحرك فوق أو أي هجوم بإمكاني أدعم 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 بإمكاني أيضا كيف أدور العصر واضح؟ جيد؟ بإمكاني أيضا أطير الخصم ليه؟ في الحال بس مرة ثانية إعادة الوضعية كيلو الحماية. واحد لاحظ تبدأ تأخذ دفاع اثنين دفاع بالضرب الثاني أقدر أخليها مثلا كهجوم. لاحظ كيف الثانية بهذا الشكل كيلو ممكن يتحرك من كيف ضربة لأسفل الحزام ضربة لأسفل الحزام تسمى هيرا كما هي طريقة الضرب. لما أروح لهيرا إتشوموندي كما هي زي او شبيهه بالرياضه اتحرك خاص من قدام. واحد في المائده مره ثانيه القدم للوجه. اهم شيء في حركات الركو شاكو الاستفاده من الاقسام الثلاثه زق اليد للناحيه الثانيه بهذه الطريقه. لاحظ العزل في الاصل هذا الجرح اوكي. هذه أهم طرق في استخدام الركوشاكو إنها شبيه بالبلياردو. أيضا من هي إتشومانجي ممكن تحرك خصمي. لاحظ مرة ثانية حركة من تحت ضربة أسفل الحزام ضربة الرأس ضربة للجانب هذا أحسن. شو ده هذا كمان؟ أجين مرة ثانية واحد واحد أربعة أربعة خمسة كيلو إتشمانجي. نجي ناخذ في الشودان فوائد الشودان اليد هنا من هذا المكان في حال خصمك تحرك الجانب لاحظ ضرب خارجي لما تكون في قتال مع أكثر من شخص يكون خصمك هنا ويكون خصم هنا وخصم رجال معي. خلينا نقول له هذا خصمي وهذا خصمي اوكي. انا ما اعرف مين اللي حيهجم فيهم. لو هجم ايام لاحظ لو هجم هيثم لو هجم ايام لاحظ بهذه الطريقه بالجانب هنا شويه هيثم الثاني تنشيل زي شبيهه بالبندقه كانك ماسك بندق في يدك. حرك مثلا هيثم معي حرك ايام كمان طرق بسيطه جدا للشرح تعلم كيف تستخدم الركو شاكو من الشودان نوكاماي رملي السيارة توجيه العصا ناحية عين الخصم. لو تحرك خصمي خطوة أمامية أوكي نفس الشيء للرياضة بالشكل هذا. لاحظ أمي مرانة حاول تكون إيش متمكن من العصا زنق العصا وسحب رياضة واضح؟ تشاهد العين مباشرة. بإمكانك أيضا ضرب العين مباشرة بعدها ضرب الفك ضرب الحزام. أجي مرة ثانية 1 2 3 4 واضح. كل هذه الوضعيات سيجارة كمان سهلة جدا.
نجي لبعد سبعة لوضعية الجدار المجمعي. وضعية الجدار بقى. من الجدار نجي خصنا غير معاش الجري. الدفاع الأطول. نجي بقى غير بزنبو الجري. الدفاع. أو بإمكان حتى الأضاء معاش يعني. لأسفل الحزام. بإمكان أرجع شوية. بإمكان لو تحرك حرف ما عندي شغل منك، أوكي؟ لو تحرك حركة واحدة بس قدام، بين ثنايا ناحية الوجه بكل قوة، لاحظ جسمي ما يتحرك، فقط العصب تدور، أجاي؟ واحد، الوقفة ثابتة، زنكت، من جدار واحد، يا بإمكان يتحرك، لو تحرك قدام يوصل خصمي، بإمكان يتحرك ناحية القدم، أوكي؟ بالشكل هذا واضح؟ هذه طرق النينجا باستخدام الأسى للجدار. نروح لأهم شيء هيتو إخفاء الأسى. لاحظ معي هذه الوضعية من هيتو تقفز ب للخلف أو تقفز من ناحية الخصم ضرب هيتو معي قفز جامد في الأسى بعكس اللي قبل شوية ما كان يتحرك جسمك فالقفز كان يدور بس هذه مرة يتحرك جسمك كامل من العصر هيتو سلو حرك ماي سلو سلو فري سلو اجين اون اوكي بالشكل هذا واضح هيتو لك معي اجين هيا هيا هيتو بالشكل واضح بالشكل هيتو لك معي من هيتو نرجع للتنشي تنشي تنشي الكوم تنشي اليد زي ما قلنا سواء الارض يد عند الاذن اتحرك خصمي لاحظ اجين اتحرك خصمي لكم زي موجيري اذن قدمه احيانا يصطير الحيوانات الصغيره بالارض يعني بقدم زي سنيك يعني الاشياء البسيطه زين اوكي تنشي واضح احيانا الاصطياد الخصم نفسه لو ضرب بانش هيا لاحظ شوف خباثه الحركه دي لو ضرب بانش لاحظ هذه ثلاث حركات من تنشي لضربه أجل تنشي سلو ضربة لضربة أسفل الحزام واضح؟ أوكي؟ ضربة شاطر آخر وقفة جدار كمان جدار كمان من قضية استعداد الخصوم خصم تقدم تحت الحزام دايركت أو يتحرك الخصم بالشكل هذا واضح؟ أجين؟ إيه؟ لاحظ؟ لاحظ؟ دايركت اتجاه مصاب القدم سلو زي كأنك تبغى تصطاد السمك أو تبغى ترمي الروح أسفل أو للوجه أسفل الحزام لأعلى جانب الجدار لو تحرك ماشي ضرب حركة هيا عرفت؟ يعني طريقة النينجا كانت خلاص على الساموراي زمان عن طريق جودان ماكاواي حط بانش هيا اوكي واضح؟ في آخر مرة سو بانش أنا بالبانش لاحظ جودان كمان هذه كانت وقفات العصر والضربات الأساسية للعصر حنشرح حاجة بسيطة للدفاع مثل السيف والسيفينا